السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وما تنسونيش اخوتي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. إن لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله. وفاة والدة الملك محمد السادس الأميرة لالا لطيفة. فخليكم معايا اخوتي باش تعرفوا على التفاصيل، ودعواتكم مع اخوتي بالرحمة والمغفرة. الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين، والله يثبت عن السؤال ويجعل مأواها الجنة ان شاء الله يا رب. اعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي انتقال الأميرة لالا لطيفة الى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 29 يونيو 2024، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني ووالدة الملك محمد السادس والأمراء والأميرات. وفيما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه. يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بكل حزن وأسى انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، ذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 هجرية الموافق ل 29 يونيو 2024 ميلادية. حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب سمو الملكي الأمراء والأميرات. وأضاف البلاغ: وإننا إذ نناهي هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعزاؤنا واحد، إن لله وإنا إليه راجعون. فهذا الخبر اللي شكل حزن كبير عند المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. فالله يرزق الصبر لسيدنا، والله يجعل محبة صبر وتعازينا الحارة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله والأسرة العلوية كاملة. فهنا أخوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.